مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيواصل ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة فعالياته الأسبوعية تحت عنوان مكانة الصحابة في الإسلام، وبيعقد الملتقى يوم الثلاث من كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف. النهاردة يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته استعداداً لمباراة الترجي التونسي في إياب نهائي بطولة إفريقيا، وده بعد ما حصل اللاعبين على راحة من التدريبات عقب عودتهم من تونس. وبيعقد الجهاز الفني اجتماع تنسيقي من أجل وضع برنامج تدريب الفريق حتى موعد المباراة السبت المقبل. بيعقوبه محاضرة فنية مع اللاعبين للوقوف على الأخطاء اللي حدثت في مباراة الترجي الأخيرة وشرح النقاط الفنية اللي بيعتمد عليها المنافس. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 24 من عمر المسابقة. هيلتقي بلدية المحلة مع الداخلية في الساعة 4 العصر، وفي تمام الساعة 7 هيلتقي سيراميكا مع البنك الأهلي، في نفس التوقيت هيلتقي الجونة مع طلائع الجيش.